ظلت مدينة القدس هدفاً رئيسياً في المخططات الإسرائيلية منذ احتلال شطرها الغربي في عام 48 و900 و1000 واستكمال احتلال الشطر الشرقي منها عام 1967 ميلادية. فقد دأبت المؤسسة الصهيونية في محاولات محمومة لتغيير وجه المدينة المقدسة العربي الإسلامي وتحويلها إلى مدينة يهودية خالصة يعيش فيها اليهود فقط بجميع تفاصيل حياتهم الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بعد أن يكونوا قد أقصوا وطردوا من يسكنها ويعيش فيها منذ آلاف السنين لا سمح الله. وأن ما نشاهده اليوم من حرب تخوضها المؤسسة الصهيونية بأذرعها المختلفة ضد أهلها ومقدساتها وحضارتها العربية والإسلامية إلا جزءا من هذه المخططات. إنما تواجهه مدينة القدس المحتلة اليوم والبلدة القديمة والأحياء والقرى والبلدات المحيطة ومؤسساتها وأسواقها وشعبها الفلسطيني المقدسي الذي يملأ هذه البقعة الجغرافية المقدسة الطاهرة من شتى صنوف العذاب والألم والاقتلاع والقتل وهدم وتدمير البيوت والمنازل والتشريد وتغيير المعالم والإبدال والإحلال، لهو شيء يفوق الوصف ويتعدى حدود التصوير، والذي يتجسد واضحا في الهجمة الشرسة على بعض الأحياء التاريخية في البلدة القديمة مثل عقبة القرمي والسرايا وعقبة الخالدية. تعتبر عقبة الخالدية إحدى أهم الطرق المؤدية إلى باب السلسلة وإحدى أهم الأحياء الفلسطينية في الحي الإسلامي المتاخم للحرم القدسي الشريف، وتنسب عقبة الخالدية إلى آل الخالدي الذين يملكون فيها مجموعة بيوت اليوم فقط، وهي تصل بين آخر طريق الواد وطريق القرمي، ويؤدي الشارع أو الطريق الرئيسي في هذه الحارة والمعروفة بعقبة الخالدية إلى بابي السلسلة والسكينة المؤديين إلى ساحة الحرم القدسي الشريف. وقد سكنت عائلة الخالد هذه الحارة منذ بدايات العصر العثماني حيث عرفت قديما بآل الديري، ولهم في امتداد العقبة باتجاه حارة السلسلة مكتبتهم المعروفة بالمكتبة الخالدية التي أنشأها الحاج راغب الخالدي في عام 1900 ميلادية. سبعين سنة بيحضر كي بده جيب كل خلفتي في هالدار هذي، كل ولادي وبناتي على زمان حماتي وحماي عمري لما جيت ثاني 14 سنة بيت ناخذي هيولي قبالك جوزي هذا اللي قبالك وانا في هالدار هذي وهيني والحمد لله عايشة يا ابني. هذه صورة الوالد قبل 5 سنين اتوفى، وعن زمان امه لسه ستي الا هين كان اكثر من 85 سنه. كنا ندفع اجار للعرب، العرب بعوها لليهود وصرنا ندفع لليهود. يعيش في الحارة مجموعة من العائلات المقدسية مثل عائلات الدجاني وابو رجب وآل رزق وابو عصب وابو صبيح وحشيمة وغيرها، ويقطن الجزء الأكبر من منازلها مبشرين مناصرين للحركة الصهيونية حيث حصلوا على عقد إيجار واستئجار للمبنى، كما يوجد في هذه العقبة عدة مباني مسيطر عليها من قبل جمعيات استيطانية من بينها طيرت كهانيم، حيث نشطت بشكل ملحوظ في الاستيلاء على منازل كثيرة داخل الحي الإسلامي من المدينة ضمن خطة تهدف إلى ربط الحي اليهودي الحالي بالتجمعات الاستيطانية في باب السلسلة وعقبة الخالدية وعقبة السرايا وشارع الواد، وهو ما يفسر تركيز النشاط الاستيطاني في هذه المناطق وبالأخص في عقبة الخالدية. هذا زمان زمان، بس إحنا قبل هذا كانت العرب يعني الأصل،
فالعرب بعوها ليهود، الحوش اللي احنا فيه قاعدين فيها كلها يهود، ندفع اجرات اليهود اسعار يعني ما بنعرفش فيه، بس احنا بندفع لنا هنا 50 سنه الحوش هذا يعني. كل الحوش كل واحد يدفع اجر لليهود. وحكاية عقبة الخالدية هي حكاية ألم ينطق بها كل متر مربع في الحارة، ويشهد عليها كل حجر من حجارة بيوتها التي تكاد تتهاوى تحت معول الزمان، ولا يستطيع أهلها أن يقوموا بترميمها وإلا فقدوا حق السكن فيها. فالسلوك الاستيطاني الصهيوني في عقبة الخالدية في البلدة القديمة إذان بتدمير وجود وطمس حضارة وتاريخ، والعبث بمقدسات وأديان، وإخلال بواقع سكاني، واستهتار وانتهاك بالأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. والاستيطان في حارة عقبة الخالدية هو حكاية المقدسات المهددة والدور المستولى عليها. شوفوا إلي سنتين ما أقدم طلب للبلدية تجيني الموافقة، ولا هم جايبين الموافقة من شان هذه الرقعة. ليش نقدرش نصلح لسنا تجينا الموافقة؟ قدمنا للأوقاف، إجي الأوقاف إنا سنتين ثلاث سنين اليوم والثاني بيجونا أرضنا شو بس تجيكم موافقة من الأوقاف من البلدية. فأنو مطبخ خان في مطبخ زي هيك في البلد القديمة، يعني احتمال بأي لحظة هنا واقفين إحنا احتمال ينزل علينا في أي لحظة. شوف المنظر، ترميم مش عارفين نرمم، وشوف شوف الحديد إله 50 سنة أول ما بلش من هون أنو مسوس، شوف بإيدة فهم شوف تتكسر هون أنو حديد يعني. احتمال بأي لحظة ينزل على راسنا هذا، فهذا هي بدها حكومة إسرائيل. طلع مهدمة علي يوم سخمة، طلع الحية وين قرصتني في أصبعي من البيت هداك، ويمين بالله بالليل ما بنام منها من هون لفت من هنا علي. إيش بدي أسوي؟ وصابر يا ابني شو بدي أعمل؟ خذ هالمنظر محمي هين بيت العيلة هذا؟ اه هذا بيت العيلة، تعال شوف هذا بيت العيلة، شوف شو مرقعه ترقيع، خذ أني بيت العيلة. أي بلدة فيها هيك بيت عيلة؟ قول لي. شوف. شوف كله مرقع يا زلمة، شوف عندك هيك. تنزل السلوك هذا نزلت على أخر. شوف كيف نزل. فيش أنو بيت عيلة، شوف كله مرقع يعني ترقيع مرقع. خذ لسه لما تجينا الموافقة أو لسه لما يجيك الأوقاف تقول لك في دعم ما فيش دعم، كل هالدعم اللي بيجيها والله ما عارف وين بروح. شفت المطبخ كيف هاني كله هايل هذا ولا الخزانة، والله بدها 200 كيس شميمته طيقين هي نظيفة. هاي عاملين محل مشاف ايش يعني، بيعطوهم لمتدينين أطراف من برا بجيبوهم سكناج لهدول لحزب كوخ وبقعدوا فيهم بعجبوا علينا يعني. شايف الوضع، شوف فيك حاطين المهام خليه وأعلى ولد، شوف إيش حاطين هن بالضبط عشر هيك، خلي كل ولد ينزل وأعلى ولد بيسألوش يعني قديش كل شهر ما بتحط مشاكل معاهم، بس شو المشكلة؟ يهود منهم وفيهم يعني، فهمت علي؟ منقدم شكاوي بيقدروش يعملوا إيش معاهم، أما إذا إحنا نتنادى عليهم بيوقفونا 48 ساعة في المسؤولية، وبيعطونا بعيد عن القادات ياشر لنا فيه، بيخربوا علينا يعني إنه قديش الوضع هذا. عملوا مرة على مرة بسوق بسوق. استولى المستوطنون الصهاينة في عقبة الخالدية على مجموعة من البيوت والمباني، والتي من بينها حوش المدرسة في عقبة الخالدية والذي يعرف اليوم باسم معهد شوفوبانيم. عودوا أيها الأبناء. يقع هذا الحوش في منتصف عقبة الخالدية باتجاه الجنوب. يوجد في داخل الحوش بنايتان وعقار تعود ملكيته إلى عائلة الدجاني.
البناية الأولى عند مدخل المدرسة إلى الغرب، وتعيش فيها 5 عائلات عربية، يبلغ عدد أفرادها حوالي 70 فردا يعيشون في 9 غرف. أما المبنى الثاني فيتكون من طابق أرضي يقع أسفل المدرسة، معهد شوف بنين، وتعود ملكيته لآل الدجاني نجم الدين الدجاني، وتعيش فيه 5 عائلات عربية. ويتكون هذا المبنى من مدخل سقفه منخفض، تليه ساحة واسعة و7 غرف يرتقي منها بواسطة سلم حجري إلى غرفتين صغيرتين إلى ناحية الغرب. هم إذا بياخذوا الدار بيعطوهم إيش ما بدهم يعملوا، يبنوا هاي هذه كناسة شبات شبانين، ما كانتش أول إيش سكنة، شوف هلا كيف كم طبقة صارت، 3 طوابق، أكبر كناسة في البلد القديمة شبات شبانين، بلد السكناج ما يقارب فيها 5000-10000 مواطن يهودي بقعد فيها هذه كل يوم جمعة عساب، تعال شوف المنظر أنت. أما إحنا قديش 3 سنين 4 سنين بس منشان نعمل هالرقعة هذه، مش عارف الدين يعطون تسريح. يوجد مبنى ثالث أعلى عقار آل الدجاني، وهو مبنى المدرسة، المدرسة الدينية محاي علام، وتتكون من طابقين وتمتد حتى حوش الحلو على طريق باب السلسلة جنوبا. وفي الأربعينيات من القرن الماضي تم تأجير ما فيها من غرف إلى المواطنين الفلسطينيين، فسكن في الطابق الأول 15 أسرة وفي الطابق الثاني 13 أسرة، بقيت حتى عام 1981. في نوفمبر من العام 1986 قتل أحد أفراد مجموعة شوف بنين ويدعى إلياهو عميدي طعنا بالسكاكين، وعلى إثرها قام المستوطنون من جماعة شوف بنين بمهاجمة المجاورين لهم من العرب في حوش المدرسة، وأحرقوا محتويات بيت عارف أبو صبيح وكذلك بيت زين أبو رجب. لقد تعرضت بيوت هذه العائلات إلى الحرق، وألقى المستوطنون عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة والأوساخ على بيوتهم، مما اضطرهم لترك منازلهم لفترة من الزمن، ومن ثم العودة حيث لجأوا بعدها إلى وضع شباك حديدية أعلى بيوتهم لحمايتها من هجمات المستوطنين عليها بالحجارة والقنابل الحارقة. سنة 1991 الانتفاضة الأولى كانوا يضربوا علينا ناني منكوف وحجار، يحطوا إيبو عليهم يضربوا علينا، انحرق دار جيراننا تحت. فتجمعنا إحنا الجيران، جمعنا مصاري وحطينا هالشبك من شان صار برضو قعدوا بعد ما حطينا الشبك قعدوا يضربوا حجار وناني منكوف يحرقوا، يعني ما كانش فيه كاميرات، كان كتير الوضع سيء كتير للغاية. صابر والحمد لله. يا لو بعطوك سكنة ثانية برا البلد تطلعي؟ أنا من يعطوني؟ يا سأل اليهود يعطوك سكنة ثانية. علي وبعدين وين صيتي روح يا خالتي؟ بعدين يقولوا بعد دارها يما. طب لما بدي أروح يما أطلع برا يعطوني دار؟ ها 70 إلي 70 سنة هون يما.
يقولوا راحت بيع الدار هبة الحارة بنضب، أما الدار ما بتنضب يا ابني. لا حرام يا ما بيح. هلأ لما يحطوا لي بنو هذا الدار توليل نيرات ومصاري شو بدي فيهم؟ هدول بكرة عند الله بقابلهم بالطربة قولوا لي انت بعت دارك لليهود، حرام منكر هذا الاشي. 70 سنة يقول لك خالتي هين في الدار، هين مكسحة يا خالتي مكسحة، وراح صدري ومعاي القلب ومعاي جلطة ومعاي تهبط في القلب يا خالتي، وهيني صابرة هيني صابرة وقاعدة فيها، شو بدك يا خالتي؟ وأمام هذا العدوان والحرب المعلنة على مدينة القدس وسكانها والتي تزداد وتيرتها اليوم وتتصاعد، تستدعي من الشعب الفلسطيني قيادة وفصائل ومؤسسات وفعاليات ونقابات واتحادات توحيد الصفوف على أرض مدينة القدس ورسم استراتيجيات ومخططات للدفاع عن مدينتنا المقدسة وعاصمتنا، لأن القدس وما تعنيه لنا على المستوى العقائدي والقومي والوطني هي فوق كل اعتبارات أو حسابات فصائلية وسياسية، وتعزيز الصمود المقدسيين في وجه مخططات الاحتلال وتثبيتهم يعني إبقاء القلب الفلسطيني والرئة الفلسطينية في الوضع السليم والجسد السليم. ولأن سلطات الاحتلال ترصد الميزانيات السنوية الكبيرة لإقامة البؤر والوحدات الاستيطانية وتزوير شراء الأراضي والعقارات المقدسية وحفر الأنفاق والتنقيب عن ما يسمى بالآثار، فحري بالأمة العربية والشعب الفلسطيني أن تبقي عيونهم مفتوحة على القدس وتعزيز مشاريع الإسكان وتدعيم المؤسسات المقدسية التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومساندة كل أسرة مقدسية وتثبيتها في منزلها وتوفير مصدر رزقها، لأن القدس لها على الجميع واجب مقدس.